يا هلا والله، سؤال، هل هذا الاشي اللي شركة كود عم تعمله صح او غلط؟ خلونا نشوف مع بعض. بس قبل ما نبدأ، لايك للمقطع، ولو انت جديد في القناة اشترك، ما بقالنا اشي على 20,000 مشترك. ليتس جو. حسبي الله فيك يا مخاوي، قرحتني بهالكلمة من مقطعك الاخير. زي ما انتم شايفين هالفترة شركة كود شغلتها ترجع السكنات القديمة والنادرة وتنزلها بأسعار رخيصة جدا. يعني هل هذا الاشي كويس او سيء؟ حسب موقعك انت، يعني من القضية نفسها. يعني لو بتشحن كثير وبتحب تشتري السكنات اول ما تنزل رح تزعل كثير، عشان انت بتدفع يعني مبلغ كبير وبعد فترة بسيطة بتلاقي السكن اللي دفعت عليه $100 بتلاقيه نزل بعدها بكم يوم $5 وحتى بالمجان، مثل ما صار بسكن المان اوور اللي نزل اليوم بالمتجر ب10,000 عملة سي المجانية. بينما لو انت من الجماعة اللي عقد حالها بتشحن رويال باس فقط او اصلا ما بتشحن، فيعني راح يكون اشي كثير خرافي بالنسبة لك انها الشركة تنزل هيك اشياء بأسعار رخيصة. عموما احسن اشي عملته الشركة انها نزلت تصويت على صفحتهم على موقع ريدت، نشروا فيه يعني عدد من السكنات وكتبوا يعني حكوا انه اكثر سكن بيحصل عليه تصويت ايجابي هو اللي راح ينزل في المتجر بشكل مجاني. وفعلا فاز لحمان اوور باكتساح، لانه فعلا كان يعني افضل سكن بين السكنات اللي نزل لها بالتصويت. المهم خلونا نجرب سلاح مان اوور جيم ونشوف كيف، لان سمعت انه السكن اللي نزل يعني السكوب تبعه كثير خرافي زي الدي ار اتش. خليكم على الجيم. اوكي، 140,000 من عملة السي، اتوقع بكفوا عشان نشتري صح؟ يب، سعره 10,000، حتى عليه خصم 50%، يعني زيادة الخير خيرين. شوف تأمل الجمال، يعني حتى لما تقارنه بالنسخة القديمة، يعني وين النسخة القديمة؟ مانور شوفوا يعني الشكل مختلف تماما، وحتى منظار السلاح مختلف. للأسف مش مطوره، فمش عارف راح أقدر ألعب فيه من غير ما أطوره على التركيبات الأساسية اللي عليه ولا راح أطوره، ما بعرف. المهم شراء. بوم، نايس. بعد صار عنا enemy in sight. صار عنا توقع في واحد جاي هنا. يلا let's come back time. ايه ده؟ reloading. Ouch. Okay. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Target's in sight. Ah. قاعد عنده بالرسبون، شايف شو بعمل. ايش صار؟ انا ما سمعتش ولا اشي حرفيا، هو مش حاط كاتم اساسا. enemy contact. اوكي، الجيم هذا ممل. نايس، اقدر لك الكمبر فوق. نو 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 نو. مين عنده هاي المشكلة دروب فريم هيك؟ هاي ريلودينج. يا أطفال يا حلوين، وينكم؟ البطاطا. نايس.
deployment. Firing online. الله حذير عليكم. حضراتكم فين؟ Target inside. نايس. وات؟ خلص سلاحي. لا ناخذ سلاحي بسرعة. بس عندنا AK. وهنا اوه AK ذهبي. Sentry gun ready to deploy. الجيم لسه ما خلص، ناوي خلص الجيم. اوكي. انمي ان سايت. غمزة. وات. خلص الجيم بس هيك. ريلودينج. كأننا احنا كنا ضد بوتات ولا كيف احفيه just another day good job والله خايف يطلع بوتات نشوف لا هم مش بوتات بس يعني هم بوتات في اللعب بس مش بوتات يعني بعد اتوقع انه طلعوا بوتات يعني اوكي جيم ثاني